السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هتكرميني بإنك أنت توطي التلفزيون شوية وتسمعيني من التليفون لو سمحت. حاضر يا شيخ. اتفضلي. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا عندي كذا سؤال لحضرتك. اتفضلي. عندي ابني في سنة 6 ابتدائي، وما شاء الله عليه حافظ القرآن الكريم وفي أخلاقه محترم وفي كل يعني مواصفاته كلها حلوة. بس موضوع ان ابوه ماسك علينا شويه في المصاريف وفي موضوع اللبس وفي اكل حاجات كتير، يعني هو عنده اساسي موضوع الاكل اللي هو الاساسي، بس الفاكهه لا قليل. فابني حس بحرمان من كتير من ناحيه ابوه، فبدا يمد ايده. ابوه طبعا عرف مره، المره الثانيه والثالثه داريت عليه من كتر ان هو بيضرب جامد وقاسي عليه، ما بيتكلمش معاه، مش مصاحبه. أنا واحدة من الناس تعبت، مش عارفة أعمل إزاي، حاسة إن هو بيضيع مني. طيب هقول لك تعملي إيه؟ أم علي؟ آه. عندك سؤال تاني كان؟ اتكلمت معاك كده يا شيخ. إيه؟ وقول لي يا ماما مش عارفة أنا بعمل كده إزاي. طيب. ساعات اللي بيخلينا مد إيدي. طيب يا ستي أنا هقول لحضرتك تعملي إيه؟ بصي يا حاج ام علي، ابن حضرتك المجتهد الشاطر اللي بيحفظ القران وكل حاجه زي دي، هو بيحصل له حاله من حالات ان هو بيسال نفسه، وانا فين الاكرام ليا، فين التقدير ليا، فبيحاول هو يكافئ نفسه. فلو حصل له ان حد كافئه، ولو حتى المكافاه دي بالكلام، المكافاه دي بان هو شخص متميز وشخص شاطر وشخص محبوب، لان هو حاسس، عارفه ايه اللي حاسه في قلبه؟ هو حاسس نفس شعور الرفض. يعني هو حاسس ان ابوه لما بيبخل عليه بالفلوس زي ما حضرتك بتقولي كده، هو حاسس ان هو شخص مرفوض، لانه هو عنده معادله كطفل في ذهنه بتقول ايه؟ ابويا لو بيحبني ما كانش منع عني الفاكهه، ما كانش منع عني الدروس، ما كانش منع عني كذا، فانا شخص مرفوض. فالحاجه اللي انت تقدري تعمليها وسريعه ان انت تحاولي تحسسيه بقيمته عندك، وتحسسيه دايما ان هو شخص مميز، وتعلميه ان هو مش هياخد تقديره من تصرفات الناس تجاهه، هو بيعمل الكلام ده لان هو يليق بيه ان هو يبقى عنده اخلاق، يليق بيه ان هو كده، وان الحياه بتفتح ايديها، وان الحياه مش لحظه واحده اللي احنا بنعيشها، ده لسه المستقبل بيكون أكتر نورا لكل الناس اللي عندهم أخلاق وعندهم قيم. تعلميه ده، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب الخير، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن الحسنات يذهبن السيئات. هنكتر في ابننا الحسنات، وكل الأشياء اللي كانت له وأذته وشوشت عليه تروح، وإن شاء الله يكون في خير كبير جدا جدا جدا. وادعي له في السجود الكتير. كل ما تدعي له في سجودك ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه ويحفظه ويجعله في امن وامنه. وبالله عليك ايها الزوج العزيز، اتقي الله في اهل بيتك. لو عندك سعه والله ما هتلاقي حاجه تنفقها اعظم ولا اكرم ولا ابرك من انك انت تنفق المال على اولادك. فاتقي الله في اهل بيتك، اوعى تقع فيه. ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول. نعم.